تقصد عالمها أفريكا عظمات كعالمي لأه يحبوب آدمها هي كدو دي عقبلها كوري من يدلال كحكمنت حانو كوفيد 19 اي أفريكا بحليلة كل كجودي ده وكوكب صمي خدك اسألك كتوسك اه انترنت كا اسلام كارا اي قدو مني سيحك لان كايلين باسا هي حدبانا دي قدو هوساك اي اد وجه جيحان سوداروي كحلي كان كوري من ان مريكن كا يدوين هرم برطي اي كلاب اي سي ودان بدالة اللي قدو تلي حانو كوفيد 19 سيلو غلاشة في طلالك خارطة أفريكا حكمت الكورونا فيروس وأيقوبوليهين إن طلالك كردولة حرم كان لقاها كبترو خارطة أفريكا دولانك الروسكا دولة يبرين أيها يكود دوكوتي المانطين مد كمد أه وحيابها ويقى يدقال لنا مرايك كوروتي وعرفتلك يا حكمت كوفيد 19 أي الدولة قارهان خارطة أفريكا حلبان كريستوفر هنري سميث وآه مدراء أقل كوكيلة كاتلسن ولنا صوت وطلقوا نيو جيرسي oo ka mid ahaa xildhibaanada doonta ka qayb qaadanayay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay muujiso ay siyaasadeysay talaalkii COVID-19 ee lagu talagalay jamhuuriyadda Somaliland. Meanwhile in Somalia, the government of Mogadishu has politicised the distribution of vaccines. Soomaaliya waxa ay siyaasadeysay siyaasadii talaalka COVID-19 ee qaranka madaxa bannaan ee Soomaaliland oo ah dal aan weli beesha caalamka ahayn. The government in Mogadishu was the recipient of doses given to Somalia. Somalia dadka iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aan ay qabanin in saamiyooda loo mariyo